مرحبا بكم. وثقافة الادخار أبو بكر هي من الأشياء المهمة جدا أن نتعلمها في حياتنا، وأكيد هي من المعارف الضرورية ومن التطبيقات كمان اللي بتساعد في توفير بعض الجوانب المالية والمادية اللي ممكن تساهم في الأسرة. نعم، اليوم حنتعرف على كثير من الأفكار الجيدة باستضافة الدكتور حافظ العمري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عليه أنا الصلاة والله سعيد، والسلام. كل السعادة أكون للمرة الثانية يعني في قناة طيبة، هذه القناة الرائعة. إن شاء الله يعني نقدم ما فيه الفائدة للناس إن شاء الله. ما إن شاء شاء الله كده الله، صباح حيوية كده الحمد وشباب لله الحمد شباب لله. كده. كأنكم بديتوا بالوطن، يعني ما شاء الله، يعني الوطن في حدقات العيون، وإن شاء الله دائما يعني نحن وطننا ده نعزه ونقدم له ما هو أروع، ما هو أجمل، يعني يعني أكثر مما قدم لنا نحن في حياتنا، في تعليمنا، في مسارنا إن شاء طيب الله. سؤال طوالي مباشرة، قاعد تدخر يا دكتور العمري؟ والله طبعا أنا بدخر، وحقيقة يعني أنا بقول الحمد لله حققت حاجة اسمها الحرية المالية. يا سلام. والحرية المالية دي يعني هي باختصار إنك أنت بكون عندك مال بتدخره، بتستفيد منه في الأوقات اللي أنت محتاج ليها، بتقدر تتوازن إذا حصلت لك أي حاجة، أي كارثة، أي معضلة، أنت عندك الحرية إنك تتحرك. يعني في ناس الواحد بيكون شغال يوم بيوم، صحيح. إذا حصل أي عطل لا قدر الله، مرض كذا إلى آخره، مشكلة واجهته يعني إلى آخره، بيتضرر جدا. لكن الحرية المالية تعني إنك أنت تستطيع إنه يعني في ناس وصلت الحرية المالية بتاعتهم 100 سنة لو ما اشتغل، ممكن أموره تكون المالية المالية ظابطة. ظابطة 100 100. يعني مثلا زي بيل جيتس، بيل جيتس بيقولوا لو صرف مبالغه دي كلها يمكن لحد سنة 2050 إذا بيصرف 10,000 دولار في اليوم، يقال كده يعني، نعم، مبلغ فخلاص كبير. ده حققوا حرية مالية كبيرة. فإذا الادخار مع الاستثمار، يعني ما ندخر فقط لأنه بس نحن نصرف الشيء اللي ادخرناه فقط في اللحظة المناسبة وكذا، صح نغطي به بعض المصروفات اللي نحن بنحتاج ليها، لكن أحسن حاجة إنه نستثمره، الادخار ذاته نستثمره عشان يكون مدور، وبالتالي نحن نقدر نحقق الحرية نعم المالية. إن شاء الله. طيب الحرية المالية دي يا دكتور محافظ، هل هي متاحة لشخص معين دون شخص آخر، ولا أي زول ممكن أي زول ممكن يوصل يحقق لها؟ الحرية المالية إذا هو أراد، إذا هو أراد في تقنيات إن شاء في الله زول ممكن حنتكلم يكون ما عنها. في نعم، شخص ممكن يكون ما داير الكلام ده إلا هو إذا ما عايز. طبعا إحنا عندنا مثلا الإبداع، هو الحرية المالية لها علاقة بالإبداع، إدارة المال ذاتها نوع من الإبداع. فالإبداع شخصين ممكن ما يكونوا مبدعين، من أبى والمجنون. المجنون يعني ما أقول لك الجنون فنون والكلام ده، هو ممكن يقول كلام الآن ممكن يكون مبدع ظاهريا، لكن بعد ساعة إذا عدت له وتجري ما بيقدر يقول نفس الكلام. فده ده 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 ما ممكن يكون مبدع، ومن أبى أنه يكون مبدع. وكذلك الإنسان الذي يتمتع بالحرية النفسية، هو لو رافض يتمتع بحرية نفسية هو ده خياره. نعم، لا خليل ده ما دار يجرب الحاجة دي. لا، ده كلام، ده كلام، ده كلام يا دكتور عميق جدا. نعم نعم، نحن لازم نحاول نفصل في بعض جوانبه إن شاء الله. وحتكون إن شاء الله إن شاء محاورنا عديدة حول حول الموضوع. طيب طالما تكلمت عن حاجة متاحة، مواصل لكلام خليل، 200 بتصهر حاجتنا للادخار في وقت بالذات، بداية علاقة الزوجين مع بعض، ولا في نصها، ولا بعد ما يقبلوا الأبناء؟ شوف، الإنسان بيمر بأربع مراحل في حياته، حق الناس تعيليها. مرحلة الطفل هو بيحتاج فقط للعب، يعني ما عنده أي هم في الدنيا ده غير يلعب. نعم، سلام. المرحلة اللي بعد اللعب طوالي بتجي الانجذاب للجنس الآخر، إذا رجل لامرأة، امرأة، وبعد ذلك بتبدأ العلاقات، بتبدأ الزواج إلى آخره. المرحلة الثالثة هي مرحلة جمع المال، ودي المرحلة المفروض الإنسان استثمرها استثمار رائع جدا جدا عشان يقدر يدير النواحي المالية بتاعته. لأنه أنت إذا عايز تتعلم محتاج لمال، عايز تنمي بعض الجوانب في شخصيتك محتاج لمال، كل المال داخل في كل الأشياء، عصب الحياة، عصب الحياة. كويس، هو ما غاية يعني، لكن وسيلة لتحقيق الغايات بتاعتنا. بالضبط. وبالتالي نحن لازم نقدر في الفترة دي نستفيد. الحاجة الرابعة هي السلطة، يعني الإنسان لما يجمع مال، هسه كثر جدا لما يجمعوا المال وكذا وكذا، بعد ده خلاص هم حققوا أشياءهم، بعد ده بيحتاجوا للسلطة، نلقاهم يعني للشهرة، لكذا إلى آخره. فدي المرحلة الرابعة، ده ودي يعني ممكن ده تدرج طبيعي، طرف أو رفاهية يعني. يس، يعني هو خلاص وصل مرحلة كده من الحرية المالية وكذا، بعد ذاك هو دار شهرة، دار سلطة، دار كذا. يعني مثلا زي الأندية عندنا هلال ومريخ، يعني ناس هلال ومريخ ديل يعني عندهم محتاجين لأنه يديروا هذه الأندية وكذا، هم حقيقة ما محتاجين للموضوع ده أصلا يعني، لكن للشهرة لكذا إلى آخره، والاسم والاسم وبصمة وإلى آخره. فده يعني تدرج طبيعي. فالإنسان بيحتاج في الفترة الثالثة اللي هو اللي جمع المال لازم يدخر، إذا ما ادخر هو بيمشي، سنوات بتمر
وكذا الى اخره، واصل الانسان عنده بدايه ونهايه. صحيح. يعني في حديث اسمه اداره العمر، كيف انا ادير عمري؟ يعني طبعا عمري عنده بدايه وعنده نهايه، لكن كيف ادير هذه الفتره؟ بالذات ماليا، يعني كيف انا استفيد من دخلي واحكم مصروفاتي عشان اقدر اعمل ادخار، عشان اعمل استثمار، وان تتركوا ورثتكم اغنياء خير ان تتركوهم. نعم. كف. طيب شنو ادخار؟ يعني دي من علميا، يعني من نقول كلمه ادخار يكون مقصود بها شنو؟ الادخار هو يعني اذا اعتبرناه في المال فقط، هو استقطاع مال من الدخل بتاع الانسان للاستفاده منه في اوقات اخرى. جميل. باختصار يعني احنا ده في المال، لكن ممكن يكون عندي ادخار في الوقت. نعم. يعني ادخار في التخطيط، ادخار في اشياء، يعني مثلا الوقت انا ممكن مثلا احنا عندنا في التخطيط يقول لك ساعه واحده تخطيط بتوفر عليك 4 ساعات في التنفيذ، اذا انت بتكون موفر 4 ساعات، وبالتالي انت معناها ادخرت 4 ساعات ممكن تستفيد منها في اشياء اخرى. نعم. يعني المساله ما مرتبطه بالمال وبس، ما الادخار ده في اشياء كثيره جدا، يعني الادخار في اشياء كثيره جدا جدا. نعم. لكن المال طبعا المصطلح مربوط بانه الادخار معناه المال، لكن أيوة الادخار في اشياء كثيره جدا، انت ممكن تدخر اشياء كثيره جدا ليوم انك تحتاج ليها. جميل. طيب طالما هو ده التعريف اللي ممكن نقول، ودي الفكره بتاعت الادخار، في زلمه ممكن يقول لك يا اخي المال محدود، يعني المبلغ اللي انا عندي محدود جدا، ما بيكفيني انه انا يعني اواجه متطلبات الحياه اليوميه، ناهيك عن انه انا اوفر وادخر منه. طبعا حقيقه يعني في مسائل سلوكيه وفي التفكير مفروض تغير. يعني نحن حقيقه عندنا سلوكيات متوارثه، حتى عندنا يعني امثله كذا يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ولو انت صرفت بيجيك المال. الكلام ده كله ممكن يكون صحيح وممكن يكون احيانا في بعض الاشياء ربنا كفيل بهؤلاء البشر والى اخره، لكن القران واضح جدا، لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصور. يعني لازم انا يكون عندي اقتصاد في حياتي، ولازم يكون عندي يعني وزنه في الامور. فمن يملك 10,000 ممكن يدير مواقف أسرية أو ينفق على الأسرة بتاعته بال10,000، ومن يملك 5,000 برضو كذلك. إذا المسألة بقت في السلوك، في إنه أنا بملك كم وممكن أنا أوفر كم، وبالتالي أي إنسان صح في شح في المبالغ، لكن أنا ممكن أديرها وممكن أنا أوفر مبالغ استفيد منها في فتره اخرى. الحكايه كلها في السلوك. نعم. وكلها في الاراده. طيب الدعوه اللي بتقدم للازواج للاسره الان، منو اللي بيشجع الثاني؟ الزوجه بتشجع الزوج على الادخار، ولا الزوج هو اللي بيشجع الزوجه انها تدخر؟ والله هو في 10 قواعد اسمها العشر قواعد لحفظ المال، من ضمن العشر القواعد دي انك انت اعطي، الكلام ده موجه للرجل، اعطي المراه ميزانيه محدوده. لانه النساء بطبعهم يعني إذا أديتهم ميزانية على المفتوح بيبذروا بطبعهم. ليه؟ لأنهم هم عندهم حاجة اسمها سنوبر، يعني عندهم المباهاة المقارنات. ينظروا لمن هم فوقهم ولا ينظروا لمن هم دونهم. بيشتروا بالعين. بيشتروا بالعين، ما عندهم ثقافة القائمة وهكذا. يعني أنا في سنة من السنوات ودي تجربة ما كررتها يعني سابقا، مشيت مع زوجتي عشان اسوق الدرمان نشتري بعض الاشياء، وما كنا شايلين لسه حقيقه. نحن الاشياء اللي ماشيين ليها عشان نشتريها ما اشترينا، اشترينا اشياء اخرى. ليه؟ لانها هي كانت بتقول دو 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 الى اخره. فدي تجربه انا ما كررتها، ثاني ما كررتها حتى الان يعني. فبقيت ما في غايمه ما بمشي. تدخل السوق انت كاتب الحاجات اللي عاوزها. ثقافه لسه دي ما عندنا، او الغايمه ما عندنا. يعني انا مثلا دار 1 2 3 10 اشياء ماشي اشتريها بتقيد بيها ما امكن، لكن لما امشي ساكت كذا يعني بشتري بعيني. يعني سيدنا عمر بن الخطاب سأل رجل يعني قال له أكل ما تشتهي تشتري؟ يعني أنت أي حاجة تشتهيها تشتريها؟ نحن بنشتري، السؤال المفروض يكون في أسهل الناس، هل بنشتري حوجة ولا رغبة؟ إذا رغبة معناه شهوة. وسيدنا عمر بن الخطاب يقول في هذا الكلام كلام رائع جدا، من يشتري ما لا يحتاج يبيع ما يحتاج. من يشتري ما لا يحتاج يبيع ما يحتاج حقيقة. وحتى أسي العلوم الجديدة بتأكد على أنه مثلا يعني الناس بتشتري أشياء ما محتاجة لها. أي حاجة في الدنيا لازم تتحرك، عندها تدوير، لازم تدور. يعني مثلا أنت إذا بتشتري حاجات وما بتستعملها، الحاجة دي عندها يعني مظاهر سلبية عليك أنت صاحب الأمر نفسه. يعني عشان كده انا واحده من استراتيجياتي كل فتره بجدد ملابسي كذا، الحاجات اللي ما محتاج ليها كذا بتصدق بيها الى اخره. عشان شنو؟
عشان انا المساله دي ما تكون فيها كسب ثاني او عاد فيها كسب بالاضافه لانه تكون متجدده. نعم. يعني اسف في ناس الواحد بيشتري حاجات حقيقه ما بيشتري. يعني في نظريه تقول لك انه الانسان في بيته بيستعمل فقط 20% من امتلكاته او اشيائه، 20% فقط، الباقي كله 80% هو كله حاجات قطيه معطل قاعد معطله. صحيح. لما تتعطل بتديك طاقه سلبيه. الاشياء المعطله بتديك زي قراءه القران. يعني مثلا انا لو عندي 10 مصاحف بقرا في مصحف واحد معطل 9 مصاحف، طيب اخليها ليه؟ اوزع عشان تكون صدقه الانسان لما يقرا لا يرجعيني. طيب وهكذا التعامل مع رجاءات الزوجه المتلاحقه، يعني مشيت مع السوق زي خليل اللي دخل السوق طبعا هم عليك يعني الله ربنا يديه والعافية اخر مره واول مره، ويا اخي دي حاجه بنلقاها ثاني وممكن تكون مستقبليه، بتديك بعض المبررات اللي ممكن انت شويه تقتنع شيليها خلاص. اي كويس. طيب هي الحكايه دار تدريب ودار قناعات، زي ما انا ذكرتها يمكن في حلقات سابقه انه النساء محتاجين لتدريب في بعض الاشياء. يعني 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 لما يتدربوا على انه يكون عندهم وعي كبير في هذه المسائل وكذا، هم ممكن يكونوا يعني مساعد جدا جدا للزوج. لكن طبعا لو ما يتدربوا كذا الشهوه بتخش، الرغبه بتخش وكذا، ونشتري حوجه، فبالتالي بتضيع المبالغ في حاجات وما بنقدر ندخر اصلا يعني. طيب نحن لو رجعنا للادخار ذاته مره ثانيه، الادخار في عظمه هو ذاته. ايوه 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 وما بعيد من المساله اللي جبالك سالتها يا ابو بكر، اللي هي بتاعت انه في بعض الناس بيفتكر انه يا اخي المبلغ المحدود ده نهائي ما ممكن انا ادخر منه. نحن بنلقى في الواقع في ناس ممكن دخلهم يكون بسيط جدا جدا، حاجه بسيطه جدا جدا وممكن يوفر. صح. وعلى النقيض طوالي بتلقى في زول ممكن يكون حاله ميسور. صحيح. لكن ما قادر يوفر ولا جنيه. صحيح. في حقيقة المعيار شنو؟ والله هو المعيار طبعا المساله السلوكيه ومساله القناعات. يعني انت ممكن امورك تمشي باي حاجه، بحاجه معقوله، بحاجه متوسطه، بحاجه عليا، كذا الى اخره. يعني نحن لما تبقى عندنا قناعات في انه نحن نشتري حوجه ولا رغبه، المساله دي بتولد لنا يعني امكانيه لانه نقدر نوفر في الوقت المناسب. لكن لما نشتري اي حاجه وقعت في عينك انت اشتهيت اشتريتها، الحاجه دي والله ما ممكن نلقاها كذا الى اخره. وانا في الحته دي دار اضيف حاجه، يعني اكثر حاجه مضيعه للقروش البيع الشراء بالاقساط. يعني الدراسات بتقول في ناس بيفتكروا انه كمان بالعكس كونه انا اشتري بالقسط دي حاجه كويسه بالنسبه لي. شوف، لانه كله نحن مفتقد للتخطيط. مثلا انا عايز اشتري موبايل، الموبايل ده ب 5000 او 3000 مثلا، لو اشتريته بالاقساط بشتريه ب 7000، لو اشتريته بالكاش بشتريه بسعره وممكن القى خيار والقى ماركه احسن. انا بدي اشتري الان اشتري بعد 10 شهور لو هي اساسا رغبه وليست حوجه. لكن لو بقت حوجه اشتريها الان حتى لو بالاقساط ممكن، لكن نحن بنشتري رغبه وكله مفتقد للتخطيط ومفتقد للاولويات. يعني في انسان، يعني مثلا انا بفهم بعض الناس، واحد ممكن يشتري له موبايل ب 3 مليون ولا 3000 وهو لا يمتلك مثلا اشياء اساسيه يعني. نعم. فبيبقى انه وين الاولويات؟ وين هنا جات عدم التوازن اللي ذكره قبيل يا خليل. نعم. انه ما في توازن ما بين الحاجه نحن عاوزينها والاصل الحاجه الاساسيه لها. يس. طيب نمشي للمشاكل اللي بتجي راجعه وعايده على الاسر في حاله ما ادخرت. طبعا لا 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 الاسر اذا ما ادخرت ممكن اقل مشكله واجهتهم هو ممكن تعمل دمار كثير جدا، انهيار وكذا. يعني مثلا واحده من احنا في بعض اللجان كده، واحده من المشاكل اللي بتواجه بعض الاسر في الطلاق هي في الاصل ماليه. وليه ماليه؟ لانهم هم لما كان عندهم المال بذروا وكذا وكذا وكذا، لكن لما الامور مشت لانحدار وكذا واجهتهم مشكله خلت الفاصل يكون طلاق. وبالتالي نحن لما ندخر بنقدر ندير المواقف، ندير الاسره الى اخره في الوقت المناسب، نحل مشاكلنا وكذا الى اخره. يعني مثلا الان مثلا يمكن في كان جه شهر رمضان ونفسه وبعده طوال العيد وبعده المدارس، دي ثلاثة أشياء أساسية. وين الضحية ودتها وين؟ الضحية دي ما لسه خليها، لكن بقصد إنه في الماضي يعني. فالناس المدخرين يعني هسه مثلا في 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 حاجة الناس بيتعاملوا بيها اللي هو الصندوق والصرفة والكلام ده وكده، وده نوع من الادخار بطريقة أو بأخرى يعني. صحيح. كويس؟ صحيح. فبحيل مشاكل يعني للناس في بعض الأزمات، بعض الضيق. لكن أنا لما أكون ما متحوط للموضوع ده وتظهر المشكلة بعد ده خلاص الحكاية بتتعطل.
ولما تتعطل بتسهر امراض النفس البشريه السته من ضمنها الغضب، فالغضب ده خلاص بيكون مسيطر للموقف. بعد ذاك انا ممكن يعني اهدم الموضوع كله، اهدم الاسره، اهدم الاخرين، اقول ما بقدر اعمل الحكايه دي، دايرين انتوا عملوه وكذا. بعد ذاك بتبقى في الغضب في تبدا تتولد الازمات والضائقات الماليه وغير من الحياه النفسيه اللي بيكون سبب الاساس غياب مبدا التخطيط والادخار في المال. بالضبط كده، ومشكله بسيطه ممكن تجيب مشاكل. يعني هي مشكلة بسيطة ممكن تجيب مشاكل وتتحول لأزمات وكذا إلى آخره. طيب الوضع الحالي اللي نحن شايفينه يا دكتور حافظ، اللي هو بمعنى آخر هو اللي بيفرض علينا إنه نحن كمان ندخر، يعني من المفترض إنه ندخر في الوضع الحالي، ممكن كل الناس مارين به، والضائقة المالية، المسائل الصعبة، وغلاء الأسعار الكبير جدا جدا، فكيف نحن نقدر نعيش الموقف ده بثقافة الادخار؟ طبعا هي الثقافة دي لازم تنتشر ما أمكن، لأنه أس الآن يعني نحن متهمين، الغرب بيتهمنا إنه نحن كشرقيين ما قاعد ندخر، أو الثقافة دي ما عندنا. يعني الغرب عندهم مثلا البريطانيين عندهم حاجة اسمها السوفت سكيلز اللي هي المهارات الذكية، والأمريكان عندهم حاجة اسمها اللايف سكيلز اللي هي المهارات الحياتية. يعني لازم انت في ما تتقاضاه في الشهر او في السنة او كذا لازم تدخر، يعني يكون في عندك ادخار، دي ثقافة مهما حياتية كانوا مهما كان. حتى في اليابان 25% من 25% يس الياباني بيدخر 25% من دخله. فنحن نقول لا سوفت سكيلز لا لايف سكيلز. السؤال بطريقه اخرى، اسي ممكن مشاهد بيشاهدنا يقول لك يا اخي ديلك اليابانيين 25% هو عنده امكانيه انه يدخر. انا ماشي معك، ما ديل قلت لك الغرب بيقول كذا، البريطانيين الامريكان كذا، نحن عندنا حاجه خلينا نسميها المسلم سكيلز، مهارات المسلم. المسلم ده مطلوب منه حاجات وكذا، والدين الاسلامي ده خط سيستم متكامل، نظام متكامل. بس في زول عرف وفي زول ما عرف، في زول عرف وعنيد لانه عنده واحده من امراض النفس البشريه السته اللي هي العناد بتاثر عليه، يعني هو عارف الطريقه دي كده وكده، يقول لك يا اخي مش الامور. يعني بعد مرات في في في, في ناس زي مستهترين في بعض الاشياء، ويعني بيمشوا الامور كده في الصرف ده كده، يعني بطريقه كده يعني غير مريحه. بالتالي اي حاجه يعني مثلا الايه الكريمه لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محصورا، يعني دي قاعده انا اتعامل بها ما اوتيفر، يعني انا غني فقير اتعامل بها عشان امن الحريه النفسيه او الحريه الماليه والى اخره. طيب معلش يا وكرة، الدكتور ذكر امراض النفس السته دي كم مره، فللفائده يعني ممكن امراض النفس البشريه هي دي امراض ظهرت منذ نزول ابونا ادم على الارض، وقتل قابيل، قتل قابيل لهابيل وكذا، ظهرت امراض النفس البشريه سمة، وكل انسان بيعاني من هذه الامراض. في ناس قدروا عالجوها، في ناس بتقرغهم حتى الان بتعمل لهم مشاكل، في ناس عالجوا اثنين عالجوا خمسه كده. اللي هو اول مره التكبر، الكبر التكبر، ومن كان الرسول يقول من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه. المرض الثاني الحسد، لا تحسدن، يعني في واحد من الشيوخ الراعين يقول لا تحسدن شخصا على نعم سل الاله الذي اعطاه يعطيك. يا سلام. العناد، زول عارف ده الطريقه اللي بيوصله، لكن عنادا منه ياخذ طريق ثاني. الطمع، عندنا مثل يقول لك الطمع والدر، والدر ما جمع، والغضب، والغضب بالاضافه للخامس شنو يا ربي، اللهم صل على الرسول، السادس نعم. الطمع يمكن الخامس ده ممكن نتذكره اثناء الحوار. طيب دور الامثال يعني والحاجات اللي بتدعو لانه الناس تحفظ ماله وحتى تنمي عندها مقدره الادخار، احفظ قرشك الابيض ليومك الاسود. نعم صحيح. دوره في انه الزول يقدر يكون حريص في انه يدخر، يعني يكون عنده جزء من المال محفوظ لاي موقف طارئ ممكن يطرا. طبعا في امثله جيده نحن حق نعمل بها ونتعامل بها، زي المثل ده كويس جدا انك احفظ قرشك الابيض لليوم الاسود. في امثله بتنمي الاحباط دي نحن ما نشتغل بها، نضحضها لانه قيلت في زمن وفي وقت يختلف وعن وقتنا الان وكذا. فبالتالي انه نحن يعني الامثله بعد مرات بتفيد، يعني بتفيدنا في سلوكياتنا، ودي بتكون بتشربها الانسان وبتكون موجوده في العقل اللاواعي. لما تكون في العقل اللاواعي تبقى سلوك، يعني في انسان سلوكيا كده تلقاه طوالي هو ذول بتاع الادخار، بيقتصد في اموره، يعني مثلا ما يشتري، في ناس بالمناسبه عشان يدخروا ما بيشتروا من دكان الحل ده اصلا، يشتروا ستوكات، يعني مثلا يشتري ستوك، يشتري من تاجر جمله. ايوه، عشان فرق السعر ده ما يمشي لتاجر الحي، يعني السعر ده ممكن يعمل بيه حاجه ثانيه. مثلا في ناس بيمشوا يشتروا من سوق الخضار يعني بالكميات،
التلاجة، التلاجة هي نوع من الادخار. بالمناسبة التلاجة دي بيقولوا حقة الأغنياء، هي حقة الفقراء حقيقة. ليه؟ لأنه أنا ممكن أدخر في الطعام. صحيح. ونحن طبعا كأسرة سودانية يعني دائما الطعام بتاعنا، يعني أنا بقول والله في أسر محافظة وفي أسر فيها تبذير، والأكل اللي بندخل فيه ودنا تاني بنشيله نكبه. برا كل الناس عشان تدخر بتعمل من الطبق الأساسي الطبق أو الناس تأخذ منه، الباقي ده خش التلاجة بيفيد يوم آخر. ده نوع من الادخار يعني. صحيح. ما نوع من التبذير يعني. يعني ما في عذر يا دكتور العمري بيجعل أي شخص مهما يكون راتبه مليون 700 جنيه لا غيره لا. إنك أنت لازم يعني ما في عذر. يعني فكرة الحصالة الزمان لازم نحن نعيدها. إن شاء الله بمقدار ومشوار المليون بيبدأ بخطوة. صحيح. يعني إن شاء الله أنا أدخر في الشهر حاجة بسيطة، مثلا حاجة دي بتتراكم بتمشي. وطبعا الانسان ربنا اداه عقل وتفكير وكذا، لازم كمان يزيد دخله، يبدع في انه كيف يدخل. يعني في ناس الواحد يعني بيعيش على اشياء معينه كده، يعني ما بفكر في انه عشان ياخذ حريه ماليه وكذا الى اخره، بيفكر في اشياء محدوده. صح. وبالتالي هو يعني بيعيش على هامش الزمن وينتهي، ما بخلي بصمه يعني. صح. طيب دكتور حافظ، الان كل الناس اللي بيشاهدونا وحتى نحن ذاتنا داخل الاستوديو وقت محتاجين نعرف مهارات تعيننا عمليا نقدر ننفذها ونتشرب بثقافة الادخار. طبعا عشان نحن نتكلم عن مهارات ثقافة الادخار لازم يكون عندنا توازن. الإنسان بيتوازن بين العقل والروح والجسد والعواطف. الحكاية بتاعت ثقافة الادخار دي داخلة في العقل، وهي 4 أشياء أساسية. أول حاجة عشان أنا أنمي العقل بتاعي ده بنميه بالقراءة وبالتدريب وبالثقافة، بالإضافة لإنه احتكاك بالخبراء. 4 حاجات تاني أعيد عشان المشاهد يستفيد. اللي هي القراءة. القراءة تقودك طوالي لأفكار جديدة، لأفكار جديدة ومتجددة، وأخذ تجارب ناس يعني. التدريب، أتدرب كيف يعني. مثلا في دورة في محاضرة اسمها ثقافة الادخار. تمام. والثقافات بالاضافه لشنو؟ بالاضافه للمساله بتاعت احتكاك بالخبراء، لانه في زول ممكن يديك تجربه. انا استفدت من ناس تجارب كثيره جدا، فكيف كان بيدخروا يعني؟ يعني كيف كان بيديروا مصروفاتهم او بيديروا ما يتقاضوه مقارنه بالمصروفات بتاعتهم، كيف كان بيدخروا؟ فاخذت منهم خبره. فال4 دي بتقودنا. الثقافه هي عندنا مقوله في التنميه البشريه يقول لك اعرف كل شيء عن شيء واعرف بعض الشيء عن كل شيء. صح. احيانا لما نقول الكلام ده في ناس بيقول لي انت تتكلم دغ اللطيه ولا شنو، لكن كلام واضح يعني. اتخصص في حاجه، لكن الثقافه هي انا اعرف الحاجات اللي بتفيدني من كل حياتي حاجة. من كل حاجه، من كل بستان اخذ زهره. ممتاز. عشان يعني مثلا ثقافه الادخار، في ناس كثير جدا ما على الموضوع ده، ما على بالهم يعني. ولا يوم واحد هم سعوا لانه ياخذوا هذه الثقافه، وبالتالي انا اخذ هذه الثقافه. النصائح والمهارات اللي احنا بنقولها في 10 أشياء لحفظ المال. انا عشان ادخر لازم كيف احفظ المال. اول حاجه بنوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى. جميل. لانه القران الكريم واضح. نعم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يعني تقوى الله هي بتفيدك كثير جدا في الاشياء. بالمناسبة في ناس ما عارفينها، ودي استراتيجية إسلامية. أنا دايما بقول في المسلم سكيلز أو المهارات الإسلامية، الصدقة. ما نقص مال من صدقة مهما كان المبلغ بسيط، مهما كان يعني. أنت مهما يعني ما تقول إنه أنا ما غني ما أتصدق. اتصدق، ربنا بعوضك، لأنه هو وعد. اتصدق. بوصل الناس إنه ثقافة اللستة أو ثقافة القائمة. ما تشتري إلا بالكاش. الزوجة أديها مبلغ محدد، يعني ما تخليها تصرف على المصروف. وإن كان مرات ممكن تكون هي الداعمة للادخار، ما في مشكلة، لكن هم عموما محتاجين لأنه يعني المسألة تبقى أنه يعني محددة. فدي بعض النصائح اللي احنا ممكن نقولها يعني في هذه المهارات. مهما كان دخلك اقتصد، لما تقتصد بتقدر تدخر. واي مبلغ ادخرته ما تصرفه لانك انت ادخرته، استثمره. يعني دكتور طارق السويدان، واحد من يعني رواد التنميه البشريه، هو استاذنا، يعني يقول كلام جميل جدا. يقول في 4 حاجات لازم تعملها. ضاعف دخلك كله 3 سنوات، يعني تسعى تفكر كيف تضاعف دخلك. ضاعف راس مالك كله 5 سنوات. تمام.
وايضا انت يعني تصدق واستثمر حتى هم قسمها بطريقه علميه، قال اذا عندك مبلغ استثمر 40% عقار، 30% تكون اوراق ماليه ما امكن، و30% شنو؟ و30% استثمار عام. لكن ده طبعا انت ما بتقدر تصل له الا بعد مرحله صحيح. متقدمه يعني. طيب الكلام ده جميل ورائع وممتاز في ظاهره، كده تحديات تطبيقه وتنفيذه على ارض الواقع شنو؟ النتائج والضمانات. شوف انا عندي تجربه شخصيه، انا تركت عمل وانا مدير عام وقدمت استقالتي، وحقيقه كل الناس اللي كانوا معي كان بيستغربوا، حتى اسرتي كانت بتقول لي انت كيف تقدم استقالتك؟ احنا الان مستغربين، ونحن يعني انت مدير عام وعندك عربيه وعندك موبايل وعندك كذا وكذا الى اخره. فتركت العمل ليه؟ لانه انا كنت بحقق حاجه اسم البريك ايفن. البريك ايفن يعني شنو بالاقتصاد؟ اللي هو انه انت مصروفاتك على قدر دخلك. يعني ما في حاجه، يعني انت ما بتقدر تدخر، لو واجهتك مشكله تبدا تتسلف، تبدا تبيع حاجه لو عندك حاجه اصلا، لو كده فالبريك ايفن. صح انا انضغطت تقريبا زي سنه وسنه وحاجه لانه كنت بعيد لانه انا احقق الحلم عشان تتحول للمرحله دي فكنت يعني بديت طوالي مشروع التدريب وبديت الدخير وكذا الى اخره وكذا. الان انا الحمد لله محقق الحريه الماليه ويعني ممكن ترجع للوظيفه؟ ابدا مهما اغريت. بالمناسبه اغريت يعني في 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 نقطه ظريفه حصلت لي مع واحد من اقربانا كذا ويعرف مهاراتي الاداريه وكذا، انا 18 سنه شغال اداره يعني. فعنده مشروع كذا جديد، قال لي انت خليت شغلك هناك عايزك تشتغل لنا الشغل ده. قلت له والله يا اخي انا خلاص تركت الوظيفه وتحررت من الوظيفه وكذا، لا ما برجع. قال لي انا بغريك وكذا، المهم ما لقى طريقه. فبعد فتره كده كان شافني في التلفزيون بتاع الجمهوريه، قال لي يا احمد خليك انت شغال شنو الان؟ قلت له انا شغال مدرب وكذا تحت التنميه البشريه. قال لي ما تخليك من شغلت الناس اللي ما عندهم شغله دي. ده رايه طبعا. بعد ذاك مره شافني في تلفزيون السودان كذا في برنامج، قال لي والله شفتك في تلفزيون السودان في برنامج الصباح وكنت بتقول كلام رائع وكذا، قلت له دي ما شغلت الناس اللي ما عندهم شغله. طيب في ناس بيدخلوا في حاجات كذا صعبه شويه. صحيح بيبقى زول التحدي هو انه يظهر للاخرين انا عندي قدره اقدم الحاجه اللي عندهم متاحه لي. طيب احد التجار مصداق اللي كلمه الصدقه ولا اوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الحنيف، واحد من التجار قال لي ودي معلومه مهمه جدا، قال لي انا من الضيق شديد في السوق ويحس بانه عندنا ضايقه ماليه، قال لي بطلع 500 جنيه من الخزنه بقوم بوزعها لمجموعه من الاشخاص. قال لي بعد طوال يوم يومين انا بلقى الانفراج جاء من المولى عز وجل، وربنا يعني وعد من ربنا سبحانه وتعالى في الصدقه يعني وعد الحق يعني. طيب التجارب بتاعت الدول الثانيه اللي استفادت من مساله الادخار وغيرها، يا ريت اذا طلعت على التجارب. والله في دول اسيا مثلا السعوديين هم مثلا كتجارب بيعانوا من المساله دي، لكن بدت المساله دي حتى في المناهج بتاعتهم بدوا يدخلوها. طبعا اكثر ناس بيعملوا ادخار وكذا في الدول العربيه هم القطريين. هم القطريين بالمناسبه القطريين ديل يعني رغم انه فيهم جذو مبذر لكن فيهم جذو بيدخر. طبعا اثبتت يعني مثلا اكثر دخل مستوى الفرد في العالم هو في قطر، قريب ال $100,000 في السنه. عجيب، قريب ال $100,000 في السنه. يعني دي اكثر دوله الان هي فيها 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 مصدر دخل يعني. والحاجه دي اكيد ما جاءت على الفراغ، انما عن زمن وتخطيط طبعاً. وتدريب ابتداء من المستوى الفردي طبعاً. وصولا الى مستوى الدوله ككل طبعا. فبالتالي يعني انه نحن المساله بتاعت الادخار دي في تجارب كثيره جدا في دول. طبعا الاوروبيين ديل اصلا او الغرب كله هو بيركز على الحكايه بتاعت الادخار. وفي يوم من الايام كانوا يعني نحن الان دي رساله لينا مفترض ناخذها في بالنا، انه مهما كان الوضع الحالي بالتخطيط السليم وبالتنفيذ السليم بنقدر نصل. لذاتها رساله وكلمه اخيره من خلال في نهايه فقره اليوم، والله بجد سعدنا بك. الله يكرمك. ولروحك الجميله وطلتك الرائعه فيما يتعلق بالادخار. كلمه اخيره في ختام. والله انا بتمنى انه كل الناس يعني على قدر القله انه تدخر ما امكن، لانه عشان تستفيد من المبالغ اللي ادخرتها، مش تدخر فقط عشان نستفيد من المبالغ لصرفها
مثلا في اشياء غير مفيده انما نستثمرها، لانه الاستثمار ممكن يحقق لك الحريه الماليه، وبالتالي انت لما تحقق الحريه الماليه بتكون متوازن، تقدر تواجه ازماتك مشاكلك بصوره رائعه، ودي سهله جدا جدا ابدو. نحن انا بديت عن تجربه يعني، والحمد لله كل الامور ماشيه ان شاء الله. جزاك الله خير. اللي دخل دي اللي يشوف له محل ثاني ان شاء الله. اي والله ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور حافظ عمر العمري الخبير في التنمية البشرية على هذه المعلومات القيمة والمهارات الجيدة والممزوجة بتجربة منك انت خاصة بك شخصيا، ودائما يعني بالمقال بالمثال بيتضح المقال. صحيح. شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير. تواصل معك ان شاء الله مساحات ثانية واكيد مواضيع ان شاء الله كثيرة. وانا سعيد والله بهذه القناة الرائعة ان شاء الله، ونتواصل باذن الله.